أثارت المغنية الشعبية المعروفة بشيخة تراكس زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة وهي بلباس البحر وتستمتع بوقتها في السباحة والتصيف. ولا تزال المغنية الشعبية تقضي عطلتها الصيفية بين المدن المملكة وتحرص كعادتها على مشاركة جمهورها أحدث صورها، وكان آخرها بملابس البحر. ونشرت تراكس صورة لها بالمايو من داخل أحد المنتجعات حيث لفتت من خلالها الأنظار، وتلقت الفنانة الشعبية هجوما شرسا من بعض متابعيها الذين رفضوا طريقة لبسها، فيما تلقت دعما واسعا من بعض النشطاء ومتابعيها الذين اعتبروا الأمر عاديا، وأنه من حق الفنان ارتداء لباس البحر والمايو كغيرها من المغربيات، معتبرين أن الأمر عادي ولا يشكل أي حرج حسب تعبيرهم. وسبق للشيخة المثيرة للجدل أن نشرت صورا مماثلة عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام أثارت من خلالها جدلا، خصوصا بعدما تعودوا على ظهورها بالقفطان المغربي في جميع خرجاتها.